كيف بتسوي رقم احمر؟ عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ اكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا في مملكة كليلة ودمنة ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما تزوجت أبي. وخليك في حالك، معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خيي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي يا أخي خد علاج. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا جماعة من فضلكم تخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي، انت حويت انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادئ. خلاص خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب سفنجة ودلوني. انا سبونج بوب انا سبونج بوب اصفر كموني. انا سبونج بوب. ايه الفراشه البيئه دي؟ ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوه. والنبي يا شيرين اسكتي انت وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. هو انت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك. هو انت؟ معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. عملنا كوي بيست. شيرين. عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هارس سويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش.
المدام ده وقته ده ده وقته. الو يا شوش. اياض يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم ده بينا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض، ما هو كل مره بيقولوا كده. ياض ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني، يا هاني ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقول لك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه، تليفون. عايزين نخلص بقى. الو، بقول لك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه تيبه تيبه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر، قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت، يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه، انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط، فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه، سلكوا العدد، وانا هقف لكم بره نادوني. لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده، وتجري تجري تخبط على الباب التاني، وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. انت كنت بتعمل كده؟ ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم. انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري؟ لا، انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس، صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. كنت انت اللي بتلبسها. ايوه. كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك عالم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. ايوه. واجيب بصمان صلب كده واجرع بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه. مجرم مجرم. خلاص بقى، خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا، اقسم بالله بجد. وحياه ربنا ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده؟ فتح فعلا الباب. ايوه فتح الباب. بقول لك، انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكم الحديد ابو جنزير يعني؟ ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا. يلا تعالى بس. اوبا، شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اوضه الاجه. الواحد بقى ايه، يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. صح. ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح، امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي، عندك حق. انت بتعمل ايه؟ ايزو يا رب يطلع على قد. يا رب على قد. ايه ده، تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله، والله انت واد جدع. خد ده بقى، اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد ده، اديه لمحسن. الاصفر حلو.
انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن من ايه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ انا بنسى اصلا معلش. شيل دول هنا ودول هنا، فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقرة او حاجة.